المواقف الحقيقيه اللي حصلت قدامي وانا نقلتها بطريقه ساخره جدا وواقعيه جدا، وهي كلها بتدور حوالين ان المراه في مجتمعنا بتعاني من اضطهاد وجبر واكتئاب ومشاكل كتيره جدا بسبب الرجل او بسبب تصرفات الرجل اللي اتعلمها من المراه اللي هي امه. احنا مجتمع تربى على الذكوريه، تربى على ان الراجل هو السيد، هو الامر المطاع كل شيء. لكن احنا انا الكتاب عباره عن يعني انا بضرب ناقوس خطر ان فعلا مجتمعنا مجتمع ذكوري ضد المراه، جماهير من المراه والرجال الحقيقيين اللي موافقين اللي هم قاعدين جنب دول كلهم. طب انت الخطوه بتاعتك ايه؟ يعني في استراتيجيه للكتابه من خلال الكتب اللي بتقدمها؟ انا كتبت كتب القران، او يعني ان شاء الله الكتاب اللي جاي برضه هيكون لمصر المراه، هيكون واخد خطوه اخرى في مناصره المراه.